وللوقوف عند الأزمة اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. سيد أحمدي أهلا بكم. الأمم المتحدة في تقرير لها تقول إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. الجميع يتحدث عن أن أسباب الأزمة الإنسانية في اليمن كثيرة، لكن كيف تقف الميليشيات الحوثية كحجر عثرة أمام حل هذه الأزمة؟ هل شرحتم ذلك بشيء من الإيجاز سيد أحمدي؟ السلام عليكم. عفوا، فقط كان هناك تقطع في الصوت من طرفكم، لا ادري. نعم. إن كان اعيد عليك السؤال. تفضل. نعم، الأمم المتحدة تقول ان اليمن ربما يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم. الأزمات الإنسانية في اليمن كثيرة ومتعددة، لكن كيف تقف الميليشيات الحوثية كحجر عثرة امام حل هذه الأزمة؟ اشرح لنا ذلك بشيء من الإيجاز سيد احمدي. شكرا جزيلا. في الحقيقة للأسف الشديد، هذه الحرب التي يشهدها اليمن اليوم ونقف على أعتاب السنة الخامسة لها، لم تكن خيار اليمنيين، ولكنها فرضت عليهم ميليشيا الحوثيين عندما اجتاحت المدن وعملت على تقويض الحكومة والدولة ونهب مخازن الجيش، ثم شنت حربها العدوانية على المجتمع اليمني وأرادت توسيع عدوانها إلى المحيط الإقليمي. هذا المآسي الناجمة عن هذه الحرب لم يكن اليمنيون يتصورون الوصول إليها أو أن يقعوا تحت إلة هذه المآسي المتكاثرة عليهم بفعل هذه الحرب. ولكن للأسف الشديد اليوم الميليشيا الحوثية يعني مستمرة في حربها على اليمن وعلى اليمنيين، ومستمرة في اختطاف الدولة وإرهاق المجتمع اليمني بالمآسي والأزمات، سواء بغياب الخدمات الأساسية عندما عمدت إلى مصادرة موازنات الدولة ونهب الاحتياطي في البنك المركزي وتسخير مقدرات الدولة كلها لمصلحة أو لصالح حربها على المجتمع اليمني، أو لإعاقة حتى العمل الإنساني والإغاثي ومصادرة المساعدات والمعونات الإغاثية التي تصل إلى الشعب اليمني وتسخيرها أيضا لمصلحة الحرب. إضافة إلى ذلك، تعزف الميليشيا الحوثية عن أي يعني رغبة في السلام أو التفاعل بإيجابية مع مساعي إحلال السلام في اليمن، وبالتالي ما تزال تتوسع وتستمر في قبضها العدوانية على المجتمع اليمني. نعم. وليس في وارد حساباتها الوصول إلى حل سياسي يضع حدا لهذه الحرب والمآسي. طيب سيد أحمدي، يعني مجلس الأمن أيضا الدول الكبرى أصبحت متأكدة أن الحوثيين هم سبب الأزمة في اليمن، لكن السؤال المطروح هنا، لماذا لا تكون هناك موقف أو ضربة يعني عسكرية موجهة من قبل الدول الكبرى ومجلس الأمن باتجاه الحوثيين إذا كانوا هم سبب الأزمة؟ الحقيقة للأسف الشديد، بل لا تزال هذه الدول العظمى هي العائق الوحيد أمام اليمنيين وأمام نضالاتهم المشروعة لإسقاط الانقلاب الذي تقوده الميليشيا الحوثية والاستعادة الدولة. هذه الدول هي نفسها الدول التي تعمل على إعاقة إنفاذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، والتي بضرورة إسقاط الانقلاب وإعادة الدولة اليمنية وضرورة تسليم الميليشيا الحوثية لسلاحها. نعم. اليمنيون في الحقيقة غسلوا أيديهم من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة، ولم يعودوا يثقون بالأدوار التي يقوم بها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم وخصوصا الدول العظمى هي مجرد تجار يعملون على بطالة أمد الصراع في اليمن. نعم. من أجل حصد المزيد من صفقات بيع الأسلحة وابتزاز دول الخليج تحديدا، التي أيضا أساءت كثيرا في إدارة هذه الحرب وفي الوقوف إلى جانب اليمنيين للأسف الشديد بفعل بعض السياسات الخاطئة التي أضرت بالحكومة الشرعية وأضرت بعدالة النضال الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثيين. طيب سيد أحمدي، الميليشيا الحوثي تضع عدة شروط جديدة مقابل تنفيذ اتفاق الحديدة، هل أصبح الحوثيون بموقع القوة كي يفرضوا شروطا، خاصة بعد 5 سنوات من دعم الشرعية وأيضا هناك تحالف عربي ضد الميليشيات الحوثية؟ للأسف الشديد الحوثيون ليسوا بتلك القوة التي يمكن أن يفرضوا شروطهم، لكنهم في الحقيقة يستمدون عوامل قوتهم من ضعف الحكومة الشرعية ومن ضعف أداء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن
في إدارة المعركة وفي إدارة الملف السياسي، وحتى أيضا في الأخطاء الفادحة الكبيرة التي لا تزال مهيمنة على الوضع العام في المناطق المحررة التي دحرت منها ميليشيا الحوثيين، وصارت مسرحا لفرق الاغتيالات ولشبكات السجون السرية وللاعتقالات والقمع والاضطهاد، ولم تكن هناك فرصة للحكومة الشرعية لإثبات وجودها في المناطق المحررة وبسط سيادة القانون، وبالتالي هذا السلوك وهذه الإخفاقات تتحول إلى عوامل قوة لصالح ميليشيا الحوثيين في يعني على مستوى المشاورات أو على مستوى الخطاب السياسي مع الدول العظمى ومع الخارج. من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لكم.